أعزائي الطلبة، نلتقي في اليوم في محاضرة جديدة امتدادا لأنواع البكتيريا المهمة من ناحية طبية شابتر 4. وطبعا هنتكلم اليوم عن نوع مهم جدا من أنواع البكتيريا يسمى النيسيريا جونورية. النيسيريا جونورية هي عبارة عن نوع من أنواع البكتيريا التي تسبب مرض خطير يسمى مرض الجونورية، واللي تسمى السيلان. السيلان هو عبارة عن مرض جنسي من أهم أشكاله المرضية، قد يظهر على شكل بأعراض أو بدون أعراض، وطبعا ممكن يكون symptomatic or asymptomatic localized infections، بمعنى آخر قد يظهر على شكل إصابات موجودة في أماكن الإصابة، وخاصة يسبب اليوريثرايتس. اليوريثرايتس يعتبر الأماكن الجنسية الموجودة في النساء، والسيرفيسايتس اللي هو عنق الرحم، وقد يصيب الفرنجز ويسبب فرنجايتس، وقد يصيب العينين ويسبب كونجونكتيفايتس. Spread infection occur either by extension to adjacent organs. قد ينتشر هذا الميكروب ويصل إلى مناطق أخرى في الجسم وبيعمل عندنا نوع من السبريدنج. سبريد يعني انتشار، وهذا الانتشار بيتم إما عن طريق الاكستنشن تو adjacent organs، يعني بمعنى آخر بنطلق يعني ينطلق إلى أماكن قريبة من المكان المصاب، وطبعا ممكن ينتقل من المناطق الجنسية ويصيب البلفس، والبلفس منطقة الحوض، ويسبب بلفيك انفلاماتوري ديزيز، أو ممكن البكتيريا هذه تنتشر وتصل إلى الجلد عن طريق الدم وتسبب سكين ليجنز، عبارة عن تقرحات جلدية، وتونسولايتس التهابات في التونسلز اللوزتين، وممكن أن تصل إلى المناطق المفاصل وتسبب سيبتيك أرثرايتس التهابات في الجوينتس، وممكن تصل لعضلة القلب وتسبب اندوكاردايتس، أو ممكن تصل عن طريق الدم إلى المننجس وتسبب مننجايتس. طيب، هاي البكتيريا من نوع خطير جدا، وهذا النوع هو جرام نيجاتيف كوكاي، جرام نيجاتيف، وطبعا عادة يرى على شكل pairs with adjacent sides flattened، يعني بيكون على شكل أزواج، وطبعا أطرافه بتكون على شكل اللي هو flattened يعني مستوي. طيب، الباثوجينيسيس، الحالة المرضية للجونورية، تعتبر من الأمراض الجنسية الخطيرة، ويتم انتقالها عن طريق السكشوال كونتاكت، العلاقة الجنسية. الجونوكوكاي واللي هي تعتبر المسبب لهذا المرض، والذي يسمى ان هي نيسيريا جونورية، يسمى ايضا جونوكوكاي لانه هي عبارة عن بكتيريا كروية. هذه الجونوكوكاي تنتقل عن طريق الالتصاق الكولمر ابيثيال سيلز، طبعا هي بتصيب المناطق الجنسية، تلتصق على الخلايا الطلائية المبطنة للمناطق الجنسية، تخترقها ومن ثم تتكاثر في المناطق المبطنة لما بعد اللي هي الكولمنر ابيثيال سيلز، تبدأ تتكاثر وتبدأ تفرز سمومها. وعملية الالتصاق مهمة جدا في عملية بداية الإصابة، وطبعا الالتصاق يتم من خلال وجود الفيلاي، وما كما تحدثنا سابقا عن أهمية البلاي. البلاي عبارة عن أهداب، وهذه الأهداب مهمة جدا في عملية الأدهيرنس، وطبعا بتتم من خلال بروتين يسمى البلين، وهو المكون الأساسي اللي هي البلاي. طبعا كون هاي البكتيريا من نوع جرام نيجاتيف، فهي تحتوي على اللايبوبوليسكرايد كما تحدثنا لكم سابقا في شابتر رقم 2. عندما قارنا ما بين الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف، وجدنا انه الجرام نيجاتيف موجود فيها طبقه دهنيه بروتينيه تسمى لايبوبوليسكرايد، وهذه الطبقه مسؤوله عن وجود عامل السموميه الاكثر او الاكبر في الجرام نيجاتيف عن اللي هو الجرام بوزيتيف بكتيريا. وكما تحدثنا سابقا وقلنا انه اللايبوبوليسكرايد هي عباره عن نوع من انواع الانتيروتوكسين والاندوتوكسين الموجود في الجرام نيجاتيف بكتيريا.
اللايبوبوليسكارايد او هاي الجزء المهم في الجدار الخلوي في الخليه البكتيريه من جرام نيجاتيف يقوم بعمل ستيميليشن ستيميليتس اند ذا برودكشن اوف تيومر نيكروسيس فاكتور، يحفز انتاج ما يسمى تيومر نيكروسيس فاكتور، عوامل محطمه للخلايا وتسمى تيومر نيكروسيس او عوامل شبيهه بالخلايا المسرطنه، وهاي العوامل تسبب سيل دمج، تسبب تلف في الخلايا المصابه. الجونوكوكاي اللي هي هذا النوع من النيسيريا جونورية ممكن طبعا كما تحدثنا يخترق اللي هو الابيثيال سيلز الكول من الابيثيال سيلز ويصل الى المناطق المحيطه، وممكن يصل طبعا للبلاد ستريم للمجرى الدموي. اذا وصل للمجرى الدموي فبالتالي بيسبب ديسيمينيتد انفكشن، وطبعا هاي الديسيمينيتد انفكشنز يعني بمعنى اخر اصابات حاده، وقد تكون هذه الاصابات لها قدرة على مقاومة المضادات الأجسام المضادة المنتجة من جسم الشخص المريض، وتقاوم شكل من أشكال المناعة يسمى الكومبلمنت. الحالة الوبائية للجونورية، الجونورية طبعا يعتبر من الأمراض الجنسية المنتشرة في العالم، وطبعا الهايست اتاك ريت بتكون in both men and women، نسب عالية جدا تكون موجودة بتصيب الرجال والنساء، وتحصل طبعا في الأعمار اللي هي ما بين 15 و 29 وهي الأعمار اللي هي طبعا المراهقين أو اللي هي الشباب اللي هم طبعا لديهم نشاط جنسي أكبر، وخاصة في الدول الأوروبية. وطبعا عندما تنعدم الأخلاق في أي مكان ينتشر هذا المرض. وطبعا العلاقات الجنسية المتعددة تعتبر سبب رئيسي من أسباب وجود مرض السيلان، وتعدد العلاقات الجنسية طبعا يعتبر من الأسباب الرئيسية أو وجود أكثر من شريك في الحياة اللي هي الجنسية. الهوست ريليتد فاكتورز مثل number of sexual partners، بمعنى آخر عدد الممارسين للجنس يعتبر سبب. الكونتراسبتيفز براكتسز، عدم استخدام الكونتراسبتيفز وهي العازل الجنسي يعتبر سبب رئيسي. سيكشوال بريفرنس، انواع الاتصال الجنسي طبعا انواع مختلفه، وهي ما يسمى العلاقه الجنسيه السليمه او العلاقات الجنسيه عن طريق الجنس الغير مقبول مثل في فتحة الشرج وما إلى ذلك. كل هذا يسبب أو يعتبر سبب رئيسي من أسباب الجنورية. البوبوليشن موبيليتي، تناقل الأشخاص من مكان إلى مكان له دور مهم جدا في الإنسيدنس الجنورية أو نسبة انتشار اللي هو مرض السيلان. كيف بدنا نشخص اللي هو مرض السيلان؟ ممكن يشخص بعدة طرق، ولكن cannot be diagnosed only in clinical grounds. لا يمكن الاعتماد على الشكل الكلينيكي أو الشكل المرضي في عملية التشخيص، ولكن طبعا تأخذ عينات من الرجال أو النساء، وطبعا هذه العينات عبارة عن إفرازات من urethral exudates، المناطق الجنسية وخاصة المناطق الجنسية عند الرجال والنساء. وجد انه لو اخذ عينات من هذه الاماكن او افرازاتها حنلاحظ وجود اللي هو الانتراسيلولي جرام نيجاتيف ديبنوكوكاي از دياجنوستيك. بمعنى اخر وجود هذا النوع من الميكروب الديبنوكوكاي اللي هو زوج من الحبيبات الكرويه نوع الجرام نيجاتيف وبيكون موجود في داخل الخلايا الماخوذه من هاي السمير، فنجد انه هذه تعتبر علامه من علامات وجود الجنوري. طبعا for men and for women and men when a direct smear is not definitive، عندما يعني بمعنى اخر لما يكون العينات الماخوذه لا تعطينا نتائج مقنعه بوجود المرض، ممكن طبعا ناخذ العينه ونعمل عمليه زراعه culturing في شيء بسموه سيلكتيف ميديا، بيئه خاصه مخصصه لنمو او لتحفيز نمو هذا النوع من البكتيريا،
وطبعا من خلال المزرعة البكتيرية ممكن نجزم بوجود الميكروب أو عدم وجود. نسيرة جونورية must be differentiated from other نسيرة species. طبعا لازم احنا نميز من خلال عملية التشخيص انه هل الميكروب هل هو نسيرة جونورية ولا انواع اخرى من النسيرة. طبعا اذا تم عزل هذا الميكروب يجب التعرف على انواع المضادات الحيوية المناسبة لقتل هذا الميكروب، وبالتالي يعطى المريض المضاد الحيوي المناسب عند عملية التشخيص. في عندنا عملية تشخيص أخرى اللي هي باستخدام شيء بسموه الموليكولر بيولوجي أو الـ DNA probe، وطبعا هاي الطريقة تعتبر من الطرق المستخدمة في عملية التشخيص، ولكن لا تعتبر أدق من عملية الزراعة. طبعا هذا الفحص لا يتطلب وجود ميكروب حي، وطبعا يتم استخدام هذه الطريقة من خلال تشخيص العوامل الوراثية للميكروب، وطبعا بتم عملية نقل الميكروب وفحصه من خلال هذه الطريقة، ولكن لا تعتبر as sensitive as culture بدقة اللي هي مزرعة البكتيريا. كذلك يوجد طرق تشخيصية باستخدام الأجسام المضادة تسمى السيرولوجيكال تيست، وطبعا هذه السيرولوجيكال تيست are not recommended for uncomplicated infections، لا يفضل استخدامها في حالة عدم وجود مضاعفات كبيرة، لأنه لا يتم اللي هو كشف الميكروب بهذه الطريقة. كيف بدنا نعمل نحد من انتشار هذا المرض؟ Recommended treatment is a third generation of cephalosporins. يستخدم مضادات حيوية قوية مثل the third generation of cephalosporins، أو ممكن نستخدم الفلوروكولينون اللي يستخدم لعلاج الملاريا، وطبعا مع هذه العلاجات بنستخدم كمان الدوكسوسيلين. وجدوا انه هاي العلاجات مع الدوكسوسيلين تعتبر فعاله اللي هو البوسيبل كو انفكشن وذ كلاميديا تراكوماتوس. طبعا كلاميديا تراكوماتوس عباره عن نوع اخر من انواع البكتيريا اللي تسبب امراض جنسيه. وجدوا انه استخدام المضادات الحيويه بهذا الشكل الثلاثي يفيد في قتل هذه النوع من البكتيريا ايضا. The sixth partner should be referred. طبعا اذا عولج طرف من الاطراف المصابه يجب ان يعالج الطرف الاخر، الازواج وخاصه او الشركاء في العلاقه الجنسيه. وطبعا لا يوجد تطعيم للنسيره الجنريه، ووجدوا ان الكوندمز ار افكتيف. استخدام العازل الجنسي يعتبر فعال في منع طبعا انتشار النيسيريا جونوريا. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله.